دابا هما ولادهم هما اللي تيقراو، حنا ولادنا ضايعين ماشي حشومه، حيت دابا هما عندهم الفلوس، حنا هما ولادهم يقراو، حنا ولادنا يخرجوا شمكاره، حيت ولادنا رجاله على ولادهم، داك الشيء علاش، هادهم توصلوا معاه بالفلوس، حنا لا، حنا ولادنا تيخرجوا رجاله، هما تيخرجوا بوليس، قضاة، تيخرجوا ما تيخلوا ما تيديروا، وماشي حشومه دابا هو، ما كاينش نبال هاد الوزير، هاد الاساتذه ضيعوا، ماشي حشومه عليه، ولادنا ضاعوا، اشنو؟ دابا انا ولدي تيجي من المدرسه تيجي ما تيقاش المدرسه تيخرج للزنقه اجي تعلم ليا من هاد الزنقه هاد الشمكير هالبومبا هاز هالبوفا هادي هادي شنو حنا فين غنوصلوا اشنو بغي يضيعوا لنا ولادنا الله يخطفهم الحق بلا ما نعيروا بلا حتى شي حاجه دابا معاكم في الصواب ملي غنبداو نعيروا غتولي هضره اخرى عاوتاني هاسي اخنوش الله يخن الشكل ابا فيق 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 زدتي فين انت كاع فين هو هاد الوزير ديالك اللي طلق لصقتيه فينا فين هو حنا هاد الاضرابات ما عرفناش واش غادي ولادنا نجلسوهم مره ولا ما عرفتش حنا ماشي سوقنا المهم كنوجه رساله لكاع المسؤولين الوزير التعليم الوزير التعليم باش يديروا حل يجلسوا بيناتهم يتحاوروا حنا ماشي سوقنا يعطيوهم حقهم يتفاهموا حنا ماشي ضد الاستاذ او لا ضد شي واحد حنا يتفاهموا بيناتهم ويجلسوا ويناقشوا داكشي ويخرجوا لينا بحل حيت ولادنا حنا ضايعين دابا الدراري صغار رسخوا لهم هذيك الفكره بان انا ربا ما عندوش غنبقى جالس واللي با عنده راه هو قاري حيت ولا هاد التمييز خليهم العقليه ديالهم والفكر ديالهم حنا ماشي سوقنا في هاد الشيء هذا الدور ديال الحكومه وديال وزير التعليم ياك الدور ديالهم الا كانوا ماشي اهل المسؤوليه ما قادينش عليها حنا اصلا ديجا حنا ديجا كنعانيو من خصاص في الاساتذه وتنوضوا نتوما تحيدوا لنا التعليم مره بغيتوا تخوصوا لينا كل شيء حنا خاص بالله عليك مؤسسه على قدها استاذ واحد واستاذه وحده ديال التعليم ديال التحضيري كيقريو مدرسه كامله يعني كاين الاكتظاظ بغيتوا تحسنوا من الوضعيه ديال التعليم شوفوا الاكتظاظ نقصوا الاكتظاظ شوفوا الخصص ديال الاساتذه شوفوا الميناج شوفوا بزاف د الحوايج تنظيم بزاف د الحوايج ماشي تشوفوا عيف تحبسوا تفاهموا بيناتكم وديروا شي حل حنا راه بزاف راه مابقيناش قرابو مابقيناش حنا سكتنا على بزاف د الحوايج سكتنا عليهم ولكن باش واحد الامل اللي عندنا قليل بقى لينا في التعليم تحيدوه لينا حشومه بزاف ولا غادي تساهموا في واحد الجيل مكلخ شمكار بمعنى الكلمة شمكار كل شيء دابا غيولي بنادم يخرج يقريسي اشنو تتهموا في الأمية ما بالك الأمية كانت شحال هادي غنوليو حنا الأمية اللي قديمة راه ماشي غيولي أمية أخرى سكتنا والله إلا سكتنا بزاف قلت المغرب كامل يتكلم تتكلم كاملين وليداتنا ضايعين الصغار الكبار كل شيء صحاب البكالوريا السادس كاع المستويات حنا الأستاذ حنا معاه في الحقوق ديالو حتى حنا وليداتنا بغينا الحقوق ديالهم حتى هما يقراو واش غنطلعوا وليدات اميين راه كاينه اميه من نوع اخر ماشي الاميه القديمه راه ولات اميه من نوع اخر ولات الاميه ديال الشمكير ديال كيتعطاو المخدرات كيتعطاو بنات وولاد ما بقاش غير ولاد ما بقاش غير الولاد حنا الاستاذ معاه في المطالبه بالحقوق ديالو ولكن الحكومه دير تبرك معاهم على طاوله الحوار وتحت هما وفي كل مشكل بيناتهم ماشي وليداتنا كيجيو وسط هذا المشكل لا ما بغيناش تكرفوا على تكرفصوا على الاستاذ غير تكرفصوا حتى على وليداتنا مع وليداتنا غيتكرفصوا عليهم حتى هما هي الاساتذه بغاو تطبيق ماشي وعود كاذبه راه ديجا وعدوهم بالزيادات من 2021 ودابا بقاو كيوعدوهم ما بقاوش كيتقوا بالوعود وتهلا في الاستاذ باش يتهلا في الدري راه الاستاذ هز من القيمه ديالو باش يطلع النيفو ديال التعليم بغيت تقاد التعليم تهلا في رجال التعليم رجال ونساء التعليم اللي تهلا في الاستاذ وحاسبوا الا ما دار شي حاجه حاسبوا عليها ولكن تهلا فيه عطيه حقه باش هو يطلع لك واحد الجيل راه هو اللي غيطلع لك الجيل